وسهلا وما بعرف شو بدي أقول. كاتم عن الحق شيطان أخرس. كذبنا الأنبياء وصدقنا الأغبياء. وقولوا وداعا للسعودية. الخبر اليوم خبر عاجل من أهم علماء هالكرة الأرضية إذا مش أهم عالم. كلهم بيعرفوا أنه is a living Christ، هو مسيحي. وداعا للسعودية. سيأتي زمان سأبكي على أمتي. قال الحبيب ما صدقنا النبي، عم نصدق الأغبياء مش الأنبياء. لشو عم بكتب؟ لشو عم بحكي؟ لشو عم بقرأ؟ هلأ زمن اسمه اللطيفية. ما حدا يصدق حدا. استفتي قلبك ولو أفتوك. عيش كأنك عم بتموت بهاللحظة وكأنك تعيش أبداً. الكتاب خير جليس عندك إيه؟ ممكن تلاقي صديق بالأم العربية وممكن لا. أنا عندي صديق 2-3 بعاد عني، واحد معي بلبنان ما بيحكي، ولكن الكتاب موجود. ووحدي بعدني على هالأم العربية اللي منحطة كلمة تتفه تكريم لألكم في تعبيوتكم كلكم وبنعخاص حكام السعودية يلي حاكم هالكرة الأرضية. كيف فيك أنت ومرتك نعم تكونوا عبيد للشر؟ من عمل مثقال ذرة خير وشر. نعم الحاكم هو الدرهم والدولار والدينار. يا عار العالم، بالسعودية في منطقة اسمها أبها. كيف في أبها؟ نعم وعندنا هالغباء. مما يليك من أبها بتشيل كل الأمراض من كل بلد. ما في لزوم تستورد ولا ناس ولا دنس ولا نجس. يا عار العالم ما في كلام. شو عم بيقول المعلم اليوم ميتشوكوشي؟ راحت الكرة الأرضية. ما في لزوم مثل ما راحت البرمودا والأطلانتس، تيتانيك وسفينة نوح. العلم يعمي والجهالة تعمي. وخفات عورات وعوراتنا كلها بهالبنايات. اهتمامنا بالمظاهر، شوفوا الظاهر. نيل من إله مرقد عنزي بجبل لبنان، بيت من عنكبوت كتير علي بموت، بس هودي كلام بكلام. شوفوا شو صار بحكام العرب، شو عملنا؟ شو عم بيصير؟ من أبها وبشكرك. لا تتعاطف مع أشخاص فشلوا في الاحتفاظ بك، فلا تصدق إنه غفرانك للزلات يزيد في حجمك بأعينهم. فقد انتهى زمن الكريم الذي إذا أكرمته ملكته. لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر، فكلاهما نفس اللون، ولكن ستعرف الفرق بين الاثنين بعد التجربة. كذلك هم البشر، لا نعرف إلا بعد التجربة. الاختبار سبق التعبير. دائما ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسن الاختيار. أغلب الذين يتحدثون عن عيوبنا هم ناس لا ينتبهون حتى لعيوب مني. عندما تتحدث النقود تفقد الموجود وتفقد الحقيقة. بعض الناس سوف يتركونك، ولكن هذه ليست نهاية قصتك، بل هي نهاية دور في قصتك مش أكثر. خليهم يتركوك، كفي أنت حياتك. لن تستطيع تغيير شكلك لتصبح أجمل في عيون الناس، ولكنك تستطيع التحكم بأخلاقك وتجميل أدبك تكون أجمل ما رأت عيون الناس. إذا اهتمامكم بالمظاهر وبالتياب والصرامة والشراطيط والشرائيط، هيدا مستويكم. إذا اهتمامكم بالحفاة عراة بهالبنايات وبهالمساجد والكنائس والمعابد، هيدا اهتمامكم بالحجر. الحجر أرحم. خذوني عند أخوتي شهداء أحد، جبل يحبنا ونحبه.
لا يعرفنا إلا الله يا علي، سيأتي زمان. إجا شفتوا يلي عمره 4-5 أيام شو عم بيحكي. نوستراداموس قالون، إدغار كيسي قالون، كمال جنبلاط، جبران، موسى الصدر، وكتار من الأحياء والأموات بعدهم أحياء. مين عم نسمع؟ وين المصلحة؟ شو عم تعملوا بهالمصالح؟ وين الصالح؟ راحت الكرة الأرضية لبقى تهتموا. شوف انت أي أرضية رايح، هلأ نموت وين رايحين؟ كل واحد في يعرف. انت أول ناس لحقتيني هلأ لفاطمة أم أبيها. إسراء ومعراج كلكم فيكم تعملوها، أسرى بعبدي. اهتمامكم وين؟ كل واحد يسأل شو اهتمامك؟ نصيحة: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين، الأولى بتكون معزة والثانية مزلة، وهي هات من الزلة. هناك أشياء جميلة لا ترى بالعين المجردة، يراها فقط من يبحث عن الجمال في زحمة البشر. مثل ما قال لهم المسيح، قالنا أنا معكم بس مني منكم. دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. من 3000 سنة مرقنا بهالامتحان، وهلأ بيبقى 10% من البشر بيعيشوا. بيقول وين؟ بأمريكا في مطرح، بس العرب ما بيقروا. حضروا 4 أشرطة ممنوعة محطوطة على بيت الله. ما فيك تمنع شي يا أوباما، هالقد بهلي أنت. الكتاب موجود على موقع بيت الله، كل كتب مريم نور. قال لي لا بقى تكتبي، قلت له عم بتسلى بس، بكتب لألي عربي إنجليزي. موجودين صدقة. لوين عم بتروح صدقاتكم والزكاة؟ أي مؤسسات إنسانية؟ جيبوا لي إنسان. وينني؟ صدقت أنا مثلكم. شو عم تعمل يا ملحم خلف، يا فرح العطاء، يا المؤسسات كلها هالإنسانية؟ مين مثلي كرمكم؟ أي موقف؟ أي وقف إسلامي مسيحي درزي؟ وين واقفين؟ بدنا رضا أمريكا وإسرائيل، رضا الشر. فت على بيوتكم كلها حكام هالأمة العربية كلكم، شو عملتوا؟ مين عم بتصدقوا؟ هي اللي وصلنا. الأمراض كلها عم تنرمى بالهوى، المكانات، الإنترنت ومدري شو، كلها بتعمل بلورينج بالعين. صرتوا تعرفوا مريم وحدك اللي لسانك أحمر، وحدك اللي ما بيرفعوا عيونك. ما بقرأ من الكتاب، بقرأ من لب القلب. ما بعرف شو بدي أقول، بس إجي لهون بيسألوني الشباب جاهزين؟ على طول جاهزة. هيدا جاهزة لحوفية، وفينا انطوى العالم الأكبر. ما فيني أطلع من البيت. امبارح الأمبولانسات بالأشرفية، مش معقول. رجال ختيار على الطريق أعمى عم بيجروا خيو، هيك بيضربون اتنيناتهم. شو هالأخلاق؟ وين وصلنا؟ وين راحت الرحمة؟ هلا بهالكم يوم هيدا هو الكتاب، الرحمة وقبله أشهدوا. مين عنده أشهدوا؟ وين راحت الرحمة؟ وسعت كل شيء. مين صدق محمد؟ مين صدق علي؟ مين صدق المسيح وبوذا وكريشنا ورابعة والحلاج؟ مين بده يصدق الحقيقة؟ شو حاطين بهالمأكولات اللي عم تنزاد؟ شو عم تعملوا بالمطاعم بلبنان؟ ليه عم تاخذوا كل المطاعم؟ ليش عم تاخذوا الشركات كلها وتحطوها تحت شركة وحدة؟ تياب والأكل والصرامة والشرطيط والمدارس، شو عم بتعلموا ولادنا بهالمدارس؟ شو هالأدوية؟ شو هالأطباء؟ بشكرك، لو بعرف اسمك بس بعرف اسم بنتك. قدم استقالته طبيب، قالوا أنت بس بتعمل العملية، نحن المنقرر. قالوا ما بده عملية، عظامه منيح وقلبه منيحة، بتعمل العملية. قالوا بترك المستشفى. ما في ولا طبيب في أخلاق نادراً. ليل بدهم يعطوا أدوية. بنته سكرت الصيدلية وما بدها تهزلية. ابنها مريض، جوزها طبيب وهو طبيب وهي طبيبة وصيدلية. قلت له وقفي له الألبان والأجبان. بس
سولانج جميل بطلبها منك. بشير جميل حي بقلوبنا وبنوع خاص بمريم. انت نديم جميل شلي هالورمات بخدودك، هيدي سرطان بالرئة وبالمصران الغليظ. افتح مكتبة اسمها مكتبة بشير، ومنحط نحن الكتب، وما منحط هالقهوة اللي حاطين فيها هلأ أنتو، كل القهوة فيها صراصير ميتة ومحمصة يعار العالم وسرنا. ما رح سمي اسم القهوة، بس شو معنيت كلمة بوكس؟ شو علاقتها هاي بالقهوة وبالبن؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا بهالبنت اللي عمرها 12 وخي عمره 8؟ شو عم تعمل هاي المدرسة اللي قالوا لهم للبنات إذا بتجيبوا مصاري ما بتقدموا فحص، بتنخ البنت وبيمضي هو التشيك؟ يا عار العالم شي ما بيتصدق. نعم سيأتي زمان إجا، ما في إلا الدمار الشامل. اللهم عجل بالدمار الشامل، وكل واحد منكم اللطيفية يا لطيف ألطف. في أفراد بيعيشوا ليل، بيعيشوا ألف سنة، والألف سنة عند الله غير السنة عند عبد الله. بيعيشوا مثل ما عاشوا الأنبياء والخلفاء. بيت المال لكل الناس، لكل أصحاب عقل وعدل، وما بقى بدنا مال. اللي عنده الورق ما بده الحق. عنده ورق الشجر، قال لهم رابع رئيس جمهورية بأمريكا، قال لهم راح بأمريكا فتحوا بنك، قعد على البنك، قال لهم لهالنسوين أعطوني مصرياتكم. هلأ من بعد الأربعة إجت الأربعة وأربعين، ومين حكي بعلم الأربعة والأربعة وأربعين؟ أنطون صعدة. شو عملنا فيه؟ نعم، نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك، ونصف الحكمة الصمت. صمت العارفين هي لغة اللغات وآية الآيات. الإنسان آية، وللأسف أصبحنا آلة. خلقك الله آية بكل عناية، صرت أنت آلة بخدمة الآلة. أنا وقت بقعد هون بتطلع بس تشوفكم، ما بيهمني مين فيه. انت صرت آلة بخدمة الآلة يا عار العالم، وبنوع خاص السعودية. فت على بيتك من باب المطبخ تقعد اطبخ لك. شو عم تعمل؟ طلعت من باب الآخ عليكم كلكم، كل هالحكام. فت على بيتك حاكم الإمارات، الكتب كانت عندك بالبيت، اللي بدك اياه طلعي معنا على التلفزيون. تشيك ممضي، تعطوني الحرية؟ لا، ما لازم نسب بهي وبهي. الجزيرة، ما لازم نسب بهالأكل، ما لازم نقول الحقيقة. هالمشروبات الغازية اللي عم تسقوا أطفالكم فيها، شو عم بيجوا الأطفال؟ ليه عم بيجوا مشوهين؟ قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحق علينا اللي نقعد نزلع كركركركركركر. شو عمل جون روبنز بيو باسكن روبنز من أغنياء العالم؟ قال له أنت حققت حلم أمريكا. أول سنة صرف 600 دولار اللي كان يصرفهم بساعة وأقل، اشترى بزر. كل البزر بالعالم العربي جي ام او بأمر من أمريكا وإسرائيل. وين بيت المونة؟ وين راحت العونة؟ صارت حزب يا ميشيل. كيف فينا ننسى بيك؟ شو عم تعمل يا ميشيل هون؟ شو عم تعملوا بس بلبنان وبطلبها منك ميشيل؟ هون بطلب منكم لا بقى تسموا أسماء ذكر أنثى للإنسان الذكر. ميشيل، نضال، ما بعرف أسماء كتير، نور، شيلوهم. الرجل رجل والامرأة امرأة. وعلم آدم الأسماء، غيروا أسماء لبنان هالقرى، شيلوا كلمة كفر كفر كفر. نحن مش سريان، مش هندوسيين، عرب. كتبوا عربي وعربي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا خط الإمام علي، يعني هذا شيعي. شو عم نشيع؟ كلنا محرومين، كلنا أيتام، لأنه عنا جهل، والإنسان عدو ما يجهل. كيف في هيك أبهى؟
كيف في هيك عباية وبعدك عم بتعبي مصاري؟ هيدي سر فيها كل سر الكعبة المكرمة وسر المدينة. شرفت المدينة بدر وهلال وقمر وشمس الكمام كلها فيها سر كبير. كيف بتعرفوا تعملوا هيك عباية لونها أسود والكعبة منلبسها بمليارات الدولارات؟ شو يعني أسود؟ luminous darkness، يعني من رحم الأم إلى رحمة الرحمن وسعت كل شيء. كيف هالطفل هو لحاله بيعرف بيطلع؟ نعم، الحوض الإلهي مش حيض وغيض. كيف في عندكم شعير أخضر؟ ما في مرض ما بتشيلونها. ما بعرف قولون السويطة يمكن اسمه، السويطة من دقيق الشعير الأخضر. ما فيني إلكم ولد مريض كتير، حطيت كباية مي وحطيتها، حطيت له شوية عسل، لا ما هو صغير شربه سعد سعد، سحبته أبها واحدة بتكفي. رح أقربها على الصورة. هيدي اسمها نوع من أنواع الطحالب على الصخر بعد نزول المطر بتطلع وتستخدم بالأكل شوربة بنوع خاص، بتشيل أمراض كتيرة خصوصي أمراض لعند الرجل يلي بطلت. اتذكرت شو كانت عم بتقول؟ ليش شعري شيب؟ ليش عم بصلع كتير؟ وليش أنت عم تصلعي؟ الطحالب البحرية عنا إياها اسمها وكامي، بس هون الشباب رح يفرجوكم إياها وتشوفوا كيف فيكم تلاقوها بأي بلد. بعتولي كتير أعشاب، فوزية بشكرك كلنا، وعم نزرعهم بلبنان إن شاء الله يطلعوا. مرة بلندن منعونا نشتري ونبيعها هي الوكامة. تعرفت على الليدي ديانا وخلص قالت لي بدك يحطي فيها شفاء. كانت موجودة عنا على شط البحر ناخد ولادنا من شي 60 سنة وتبقى هيك تعربش على إجريهم والولد ما يصرخ، نحن الكبار نصير نصرخ وهو يلعب فيها. طحالب بحرية ما بعرف شو اسمها بالعربي، تطلع على اجرين الاولاد. هلا اكيد كل هالشباب هون بيعرفوها. كلهم بيعرفوا المسواك، هيدا نوع من المسواك عندهم وهيدا نوع تاني كمان، اثنيناتهم. ما في مرض باللي هون عند قامز ما بيروح بالنيره بها. وهي كمان بيتمك وبلسان طعمتها طيبة، بتصير هيك الماما بتمسح لك لسانك فيها. اثنيناتهم موجودين عندكم، وأكيد نحن إذا بنروح عند الدبوس المطرح اللي بيبيعوا أعشاب موجودين. هلا رح أقول هي، أنا ما عرفت شو هي، هي من عندهم وبتطلع، حطيتها بالبيت. فات ولد بيسأل كتير وأمه وهو ما بيشمه، أنا حطيتها بالدار. قالت لي شو هي عم شم وهو يحركش بمنخيره؟ ما بعرف، بس كتير منيحة بتشيل إذا اللي بتأمنوا بالحسد وبالسحر وبالشعوذة. نعم أنا بأمن فيهم، بشكر كل رجال الدين اللي عم تحكي وفيكم تزرعوها هون وبتطلع. ما بعرف شوفوا يلي بأبها شو بيعملوا فيها. هاي ريحتها بتحسها
بتحطها بجاكتك، بتحطها بالتياب. كانوا أهلنا بلبنان أمي تحط اسفرجل بالخزينة، تفاحة، ما لا ما إلها ريحة، لا التفاحة ولا السفرجلة، صارت ريحتنا كله عطر، هذا اللي بيعطروا فيه. ما تشتروا أبداً، انتوا اعملوا من المزهر، موارد، أصعين، أشياء من الزهور اللي ريحتها حلوة، اعملوا منها دخان، اعملوا منها عطر، مقطرات. فإذا بدنا نرجع مما يليك، رح أخبركن عنها. رح أعطيها لهجة. هيدي كباية مرسوم عليها هون كعبة مكة، كعبة المشرفة، وأشياء كتير حلوة. هاللي عطيت هالكباية بيحطوا مي وبيسقوا مريض بيصح. جابوا كباية تانية مثلها مطرح اللي بيبيعوهم، حطوا مي وسقيوا، ما شفي، هيدا شفي. شو الفرق؟ هيدي البنت من قلبها عطيتها. قالت له لبي ياخذني، اخذها، نقت كباية من هون. هي ما عمرها 4 سنين، جسدها عمره 4 سنين، صدقوا الاولاد. ان لم تعودوا كالاطفال، وقت عندك كل هالشهادات اللي اخذتهم من هالجامعات، وين راحت البراءه؟ وين راحت الحكمه؟ وين راحت العفويه؟ كل المدارس وكل الجامعات، انا ابن عمي خيبي قدم استقالته من اهم جامعه بالعالم، عم بيمضوا شهادات طب للعرب بس بالميل. قال لهم انا عربي وانا ارمني وانا خلقان بلبنان. ترك. المهم نحمل جنسيه امريكانيه كنديه، ما بدي. انا ماني جنسيه، انا جنس بدون دنس. الله حط السر بالانسان، ولكن الشيطان حكمنا الا عبادك الصالحين. شو بتحب تكون، صالح او طالح؟ انت الك الخيار. بدك تكون مع اهل اللطيفيه، انا وحدي نهر رح نشف بهالصحراء. بلبنان نحن اثنين، بالاردن محمد كيلاني، بشار انطون. يا بشار الاسد، اذا في عندك حدا بسوريا بشار انطون قاعد بدبي تما ما يفوت على الجيش، واذا في حدا بكل دبي يا حاكم الامارات، هالسوري اللي عندكم ما بده مال، كل اللي عم بينعمل كذب ونفاق. في فلتين عندك اكثر ما في شرايط عندنا، سامحني، بلبنان شفتن انا عم بتجيبون من الأمة هوديك، بس اللبنانيات أغلى شيء. ليش الكبت؟ قال وانكح وما طاب، قروا كتاب النكاح، بس مش المهم تقروا، قريت كل كتبك، ما عرفت كيف بدي طول شعراتي. كل واحد منا يكون هو the witnessing، الشهادة، أشهد بصمت العارفين. إذا كنت صادق تجي الرحمة، وسعت كل شيء. مثل نقطة المي صارت تفتش، طيب أنا منين جيت؟ ما زالك عم بتفتشي؟ إجت الموجة لعندها وقالت لها أنا كنت نقطة وأنا موجة، وإذا أنت وأنا صادقين تعي معي، بياخدك على المحيط، دوبي بالمحيط تتعرفي على الله. لازم تموتي، ما في إلا الله، هذا سر لا إله.